إذا العراقيين أصبحوا أذى ثقيل على الحكومة هجروهم هجروهم. وين كان وين كان هجروهم؟ أي مسؤول أي رئيس دولة يباوع على العالم يكسب فيهم أجر يريد يطب الجنة يستقبلهم؟ خليه هجروهم، ترى جاي يصير قتل جماعي، قتل جماعي. This is a Cinema Beats production. ربي ارحم هالعراق وارحم الرحالة فدوة وعذب بنارك خسيس خلّى في أيدي تبلوى. ربي نشكي لك ضعفنا من الصعب أصعب ظرفنا والتقادر يا إلهي وانت منكم قوة أقوى مو حياة وكل شي مات وكل دقيقة بانفجار مين جتنا هذه فتنة وكافي هذا بينا صار اللي يسكت وباكر يقول باكر أصلا ما يجي اللي يندفن حي شي يسوي يحفر ويطلع بدي. ربي ارحمنا انتهينا ما بقت حيلة بدينا الصبح يبكي عند فنهم ينبكي المغرب عليه يا مكان البي امان والجثث من الدرب يا سلام ويا حمام والوطن ساحة حرب. وش قلت اجل الدنيا جسيد عراقي اجل الدنيا جسيد عراقي لو روح يموت احسن ما تقدرون احكم اطلعوا برا من جابكم من اعرفكم انا حتى سامكم كامل من اعرفكم اطلعوا برا تقلوا. ربي صاير ليش احنا سوينا مو كافي تأذينا بالنار تغطينا. ربي صاير بينا ليش احنا سوينا مو كافي تأذينا بالنار تغطينا. لازم هسه كلنا نوقف وقفة تمحي الأزمة كلها الله ما يعدل وضعنا إلا نتعدل قبلها. انتفاضة للكرامة ولازم نعيد احترامه للعراق اللي يبقى تاج براس هالدنيا واهلها. شبينا يعني خلي نبني واحنا نحمي ما بنينا يعني نقبل بيها نبخل والوطن محتاج يدينا. ربنا قال اسعي يا عبدي واني راح اسعي وراك لازم احنا نلقى حل اش ننتظر ينزل ملاك مكر وكل من يشوفه لازم تغيره تشوفوفه واضعف الايمان قلبه ترضى بالاضعف شجاك والعراق يقول لك ابني احمي بيتك لا تحبني واني بيتك اني قاعد اشتريتك خير معك. ربي يرحمنا وينمنا وربي يرحم هالعراق وهي جثث حتى الحدث ما تنعرفها المن هاي اليد المن صدر المن رجل المن ليش ليش مسعري العراق خلنا نفتهم كافي عيب شوية ازدحوا. ربي صاير بينا ليش احنا سوينا مو كافي تأذينا بالنار تغطينا. ربي صاير بينا ليش احنا سوينا مو كافي تأذينا بالنار تغطينا. Production J Fire Lovers on Facebook. Upgrade your sounds today and start making hits.